بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على إن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. صدق الله العظيم. ولما بلغ أشد آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله. وغلقت قال معاذ الله.
وقال هيت لك قال معاذ الله ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن قال معاذ الله قال معاذ الله بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة بسم الله الرحمن الرحيم
الحاكم وما أدريك ما الحاكم كذب ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعي كأنهم أعجاز نخل خاوي فهتري لهم من باقي بسم الله الرحمن الرحيم لا لا إله إلا الله
رفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن في الجلال بكمال الجلال تعظيما وتكبيرا. صدق رسوله الكريم الذي أرسله إلى الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا. نحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اغفر لفقيدنا. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأبدله دارا خيرا من داره وجيرانا خيرا من جيرانه أسكنه بجوار نبيك ومصطفاك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم كما أحسنت ختامه فأحسن ختامنا يا رب العالمين.
اللهم كما أمته على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله فأمتنا عليها يا رب العالمين. اللهم ثبته عند السؤال، اللهم إنه في حاجة إليك فشفعنا فيه يا رب العالمين. يا رب لا ترد لنا دعاء واستجب دعاءنا يا رب العالمين. اللهم اجعل مرضه في ميزان حسناته يا رب العالمين. شهدنا له بالخير ولا نزكيه عليك ولكن نحسب أنه آمن وعمل صالحا فاغفر له يا الله، فاغفر له يا الله ومد له في قبره مد بصري. اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا أرحم الراحمين. وارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه، ألهم أهله وذوي الصبر والسلوان، وبارك في أهله وذريته يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في قريتنا هذه يا رب العالمين، بارك يا رب في علمائها ومشايخها وأهلها يا رب العالمين. اجعلهم من حفظة كتابك، اجعلهم لكتابك من التالين، ولك به من العاملين، ولحلاوة خطابه مستمعين. وارحمنا يا ربنا جميعا إذا أتانا اليقين وعرق منا الجبين وكثر الأنين والحنين. وارحمنا إذا ورينا في التراب وغلقت علينا القبور بالأبواب وانفض الأهل عنا والأحباب. اللهم ارفع البلاء عن البلاد والعباد يا رب العالمين، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم وفق رجال أمننا يا رب العالمين، احفظهم بحفظك وارحمهم برعايتك يا أرحم الراحمين. وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى يا أكرم الأكرمين، واجعل مصر راحة للأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين، واجعل مصر وأهلها في أمانك وضمانك يا رب العالمين. سبحان
ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كانت هذه التلاوة القرآنية المباركة تطلع علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد سالم عامر إمام مقر جامع الأزهر الشريف القاهرة والقرب الاتحادي للإذاعة والتلفزيون العربي هو المقيم بالقاهرة الصوت والضوء ومخازي الفراشة الحديثة الكبرى ركبت اعتذرت اشراف اولاد الامداد المقيمين بهذه البلد العابرة اما كل من جاءنا بالاعزاء كان سعيهم مشكور والبقاء لله وحده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.